متواجدين اليوم في اليوم الأخير لمعرض أدبك. هذه النسخة اللي محورها الرئيسي إزالة الكربون أسرع معا. طبعا كوزارة صناعة التكنولوجيا المتقدمة نحن فخورين بمشاركة القطاع الصناعي ككل. يعني مشاركة القطاع الصناعي اليوم تمثلت بمشاركة الوزارة في المنصة هذه، وأيضا مشاركة كبيرة من مجموعة مختلفة من الشركات الوطنية والأجنبية لها علاقة بقطاع الطاقة وقطاع الصناعة. نحن كوزارة صناعة التكنولوجيا المتقدمة مساهمتنا أيضا في أدبك تمثلت في المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع بحضور عدد كبير من المسؤولين ومحاور مختلفة ركزت على قطاع الاستدامة وركزت على تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وحلول الاستدامة من ضمن القطاع الصناعي. أيضا نحن يعني كانت عندنا جلسات نقاش مختلفة مع مجموعة مختلفة من الدول بهدف استقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي في الدولة، وأيضا تعريفهم بالممكنات والمزايا التنافسية الموجودة عندنا في الإمارات بهدف استقطاب وجذب هذه الاستثمارات داخل الدولة. أيضا كان عندنا اتفاقية وقعناها مع الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف تعزيز صادرات المنتجات الصديقة للبيئة. أيضا عرفنا الحضور والمسؤولين ببرنامج القيمة الوطنية المضافة الجرين اي سي في اللي يعزز توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المستدامة. كل هذه المشاريع والمبادرات كان هدف مشاركة الوزارة وهذه النسخة والمحور اللي تم التركيز عليه هو إزالة الكربون أسرع معنا.